بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء. الصورة النمطية لمرات الأب، أول ما أقول كده على طول دماغكم هتروح للمنطقة اللي كلنا شربناها من الأفلام والقصص وحتى من الحكايات الحقيقية اللي في كتير يعني بيعصروها. طبعا أنا كأم بتعامل مع أولادي براحتي، أزعق أطبطب، محدش هيقول عليا إن أنا مستقصداهم أو مش بحبهم. عشان كده ساعات بأشفق على زوجة الأب من وضعها في دور هي ممكن ما تبقاش قصدة تتحط فيه، ممكن تكون عصبية، ممكن يكون ما عندهاش خبرة في تربية الأولاد، ممكن يكونوا الأولاد اللي هي داخل عليهم في سن المراهقة بيبقوا مرهقين ومتعبين لأمهم أساسا، وعشان كده بيحصل صدام بين أولاد بيعانوا من مشاكل بسبب انفصال أبوهم عن أمهم، بيعانوا من مشكلة فقدان طرف مهم المفروض إن هما كانوا عايشين معاه، وفجأة الحال بيتبدل، بيلاقوا أمهم استبدلت، مكانها خدته زوجة أخرى. كل دي ممكن الحقيقة تبقى صدمات نفسية، ولازم الزوجة الجديدة أو مرات الأب تتعلم تحتوي كل الصدمات دي لو عاوزة يعني تعيش في سلام نفسي مع جوزها وتعيش في بيت ما فيهوش احتقان أو خناق. احنا بقى معانا النهاردة الزوجة المحتوية اللي خدت الأولاد في حضنها من أول يوم وكسرت الصورة النمطية لزوجة الأب. سمعنا عنها حكايات الحقيقة غاية في الرقة، وعرفنا إن هي نموذج للاحتواء، وأعتقد إنه ده نموذج بجد يجب أن يدرس، لأنه نسب الطلاق كترت، وشئنا أم أبينا الجيل الحالي أو الجيل القادم بعد عدد الطلاق المتزايد بالتأكيد هيقابل كتير في حياته مرات الأب وهيقابل زوج الأم. ولأنه مش الحل إن الناس ما تتجوزش تاني، يعني ده مش حل، يعني الحل إن الناس تتجوز وعادي وتتعايش في سلام. الجواز التاني بعد طلاق في وجود أولاد مش المفروض يبقى مبني على صراعات، وإنما الناس بتتجوز تاني عشان ترتاح، دول تعبوا في الأول في حياتهم فبيتجوزوا عشان يرتاحوا. إحنا النهاردة بقى معانا نموذج محترم لزوجة أب لثلاث أبناء إلى جانب بنتها، وعندها تجربة ثرية لتربية الأولاد مع بعض بحب شديد جدا. يسرى القصاص منوراني يا يسرى. مرسينا نورك. أنا عايز أسمع الحكاية من أولها، أنت كنتي ماما لبنوتة صغننة، اتطلقتي بعد قد إيه جواز؟ أنا فصلت وهي عندها 6 شهور، وبعدين لما كملت سنة اتطلقت رسمي. وقعدت بعد كده 8 سنين مطلقة، يعني ما اتجوزتيش غير بعد 8 سنين من الطلاق. صغيرة بقى قوي. جدا، كنت 30 سنة. مش قوي يعني. طلقتي يعني 30 سنة، وقعتها في سنة 29، خليتها تقول سنها في سنة. لا، انا بقول سني فخر فظيع. وبعد كده قابلتي جوزك بقى ازاي الحالي؟ والله هي كانت صدفة سبحان الله غريبة جدا، هو زميلي في الشغل ومع ذلك عمري في حياتي ما قابلته. وبعدين واحد صاحبه في الشغل وزميلنا لقيته مرة بيتكلم معايا، انت لسه صغيرة، طب انا واحد صاحبي، قلت له انا مش عايزة اتجوز، طب اعملي بس استخارة، ده حد محترم، ده حد. عملت استخارة وقعدت معاه 1/4/2019. واحد رمضان 2019 لقيت فتحتي 20/7/2019 كنت متجوزة. ما شاء الله، انت لسه عروسة جديدة. بقالي سنة وشوية. بقالك سنة. دخلتي اتجوزتي واحد عنده 3 اولاد. في سن المراهقة، سن يعني مش بنهزر، مش هناخد العلم الأول كده، لا ده احنا واخدين ايه الولاد خلاص شخصيتهم اتبلورت وتكونت. منهم ولدين توأم، وهو شيء لو تعلمون. يعني ولدين توأم في البيت ربنا يحميهم ويحفظهم ويبعد عنهم كل شر وكل سوء، بس لا طبعا هدك مع الأم، فما بالك بقى مع زوجة الأب. ايه، هل انتوا حطيتي انت وجوزك، انت داخله ببنتك وهو داخل بالثلاث ولاد، الفيلم بتاع عيال عالم عيال، هل حطيتوا رولز في الاول ولا اتفقتوا على الموضوع ازاي؟ طبعا اتكلمنا وقلنا انه مبدئيا هو هيساعدني في التربيه، لانه ما ينفعش ابقى انا لوحدي، لانه في الاول حتى على الاقل الاولاد مش هيبقوا متقبلين قوي فكره مرات الاب. وفي نفس الوقت انا عندي مبدا مهم قوي في الحياه، الصراحه، يعني لو حصل موقف مع الاولاد لازم الاب يعرفه كما حدث، حتى لو انا غلطانه فيه، ده مهم جدا. اتفقنا انه عمري ما هغلط فيه ولا يغلط فيا، لا هيقف في صفهم ضدي ولا العكس يحصل. احنا عيله، احنا داخلين نكون عيله. وهو الحقيقه اب محترم جدا واب محتوي جدا، ويمكن دي من الحاجات اللي خلتني انا متمسكه بيه، انا نموذج. يعني لو في يوم لقيت ما تتكلمي عن الاب كما يجب ان يكون، يبقى اكيد
لازم يبقى جوزي من يعني هو الاساس. ما شاء الله. ما شاء الله عليه، ربنا يحميه. اب جميل جدا ومهتم باولاده قوي وبيحبهم قوي قوي قوي، ونيته ان انا عايز اشوفهم ابناء صالحين. وانا كان بالنسبه لي ده تشالنج، بس تشالنج حلو يعني. تحدي. انت داخله تربي ثلاث ولاد جنب بنتك. طيب انا عجبتني قوي انت قلت لهم اول ما قابلتيهم قلت لهم انا مش ماما وعمري ما هبقى مكان ماما. يعني قولي لي هم كانوا داخلين ازاي؟ اكيد متوجسين خيفه واكيد قلقانين من الست اللي جايه تاخد مكان ماما دي، فانت قلتي ايه؟ بصي، انا اول مره قابلتهم ما كانوش يعرفوا طبعا ان انا يعني خطيبه باباهم او كده، بس اتعرفت عليهم واتكلمت معاهم، هم كانوا لطاف قوي وكيوت جدا، انا ما اعرفش بحباهم. وبعدين بعدها عرفوا، فكانت الاول البنت مثلا تيجي تبص الاغنيه دي لو في كاتب كتابكم بشغلوها بعدين تعيط، فاخدتها ناديتها قلت لها. بنوته الكبيره. طبعا. عندها كام سنه؟ دلوقتي 12 سنة. فطبعا بنت ده معناها ان باباها ده الحب الاول في حياتها، طبعا اهم راجل في حياتها. وانا بنت وابويا بالنسبة لي ده ربنا فوق بابا تحت، فانا حاسة يعني طبعًا. ايه. فاخدتها قلت لها حبيبة قلبي انا عايزة. انت شفتيها وهي بتعيط؟ فاخدتها قلت لها انت تعيطي ليه؟ ما تعيطيش. هي بترجع تتكلم بقى، كانت لسه مش عارفاني. فجبتها لها بقى من الاخر، قلت لها بصي يا حبيبتي انا مش هاخد مكان مامي، مامي دي هتفضل على راسك انت واخواتك العمر كله، هي امكم يعني ليها كل الحب والاحترام، اعتبريني خالتك، اعتبريني صاحبتك، صاحبه مامتك، جارتكو، اعتبريني اي حاجه انت تحبي تحطيني فيها، وتعالي نتعامل احنا صحاب، انا مش ماما وعمري ما هقولك تقولي ماما. طبعا ربنا يدي لمامتك العمر والصحه، ماما هتفضل ماما. انا مجرد ههتم بباباكي وهاخد بالي منكو لو انت يعني موافقة. فهديت كده خالص وسكتت. طيب طيب ماشي. بعد شوية هي لقت ان ده اللي بيحصل. انا دايما معودة بنتي من زمان قوي ان احنا لينا ساعة بنتكلم فيها في اليوم مع بعض من وهي صغيرة، من اول بدأت تفهم احكي لها عن شغلي. عملت ده مع بنته اللي هي بنت، انا بقول عليها بنتي بصراحة كبيرة. عملت ده معاها، بقينا كل يوم لينا ساعة كل يوم لازم نتكلم فيها، تحكي لي واحكي لها واسمعها. طيب انت قدرتي ازاي توفقي بين بنتك وبينهم؟ لانه ممكن برضو بنتك تغير. طبعا. انه ماما دي قعدت 8 سنين ليا لوحدي. صحيح. ودي انا سمعتها من بنوته، مامتها برضو لسه متجوزه وهي كانت متطلقه وبنتها صغيره كده، ومامتها اتجوزت والبنت في تانيه ثانوي. غيرانه جدا. يعني المشكله مش في حاجه، المشكله ان البنت غيرانة على أمها بشكل مش طبيعي. صحيح. وغيرانة أن أمي ما بقتش ليا. صحيح. وأمي بقت بتحب جوزها، وأمي يعني مع أن البنوتة جميلة بس دي حاجة ربنا مشاعر طبيعية. فأنت تعملتي زي، هل بنتك واجهتي القصة دي؟ أولا هي بنتي من الأساس، أنا قلت لها أنا متقدم لي واحد وأنا مش وافق عليه إلا إذا أنت وافقتي. وهي كان بقالها كذا سنة عمالة تقولي اتجوزي يا أمي اتجوزي، أنا نفسي في أخوات اتجوزي. فعرفتها عليه، هي حبته جدا. ولما عرفت أنه عنده ولاد هي طارت من الفرحة، لأن هي طول عمرها سايب عندها أخوات. وكمان في بنت، فاللي هو إيه ده هيبقى لي أخت بنت. خروجة. طبعا. دي خروجة. طبعا. دي العيال طول النهار عايزين عيال معاهم يلعبوا. أيوة خلاص، أنا البيت عندي يعني هو حضانة. فتمام. فالأوض ويختاروا أوضتهم مع بعض ولبسهم مع بعض، وبقت تطلب مني هات لنا لبس زي بعض، أقول لها حاضر عينيا. هما فرق بينهم قد إيه؟ ملك 9 وروكا 12. فرق سنتين. روكا زي بنوتي. دي رقية وأنا بنتي راقية. أنا عايزة أشوف الصور، صور يعني إيه، شوقتني كده إن أنا أشوف صور جوزها وولادها كلهم. أنتِ بتقولي عليهم ولادك؟ هما ولادي ما شاء الله، وبخاف عليهم جدا. بنوتي الاول واحده خالص. دي روكا. دي روكا كانت في فرح مع ايا بتاع قرايبي. دي بنوتك. دي بقى دي روكا بنت محمد الكبيره، بس هي بنتي الكبيره يعني. ملوكه بنتي. انا اللي في حضني. أوكي. طبعا. اوكي. حسن وحسين. يعني انت بنتك ملوكه؟ شوفي انا افتكرتك بتقولي روكا دي يعني اللي هي بنتك. لا روكا دي اهي روكا محمد. دي بنت محمد العسل. دي بنوتة الكبيره بتاعتي. حبايبي هما الاثنين مع بعض. انتوا الثلاثة لابسين زي بعض. بحاول دايما اجيب لبس بيجاما زي كأنهم بعض. كأنهم فعلا اخوات. بصي يعني قريبين جدا من ال. ايوه هما بيحبوا شبه. بعض. انا يعني نفسي في مره اصورهم فيديو. لما مثلا روكا بتروح لمامتها او ملك تروح لبابا. اللي على الناحيتين دول انا عارفه الصبيان في السن ده بيبقوا ايه؟ دول سكر. فعلا. دول سكر. طيب انا بقى انا بقول لها الصبيان قرود، الصبيان اشقيه، قالت لي لا ده بس دمهم خفيف. سكر. الفكره ان انت انت بتشوفي الجزء الحلو في الشقاوه. في
ستات وام امهات يعني يبقى ابنها هي ما بتشوفش الجزء الحلو، هي بتشوف الجزء المتعب المهلك المنهك كده. انت بقول لك حاولت استدركها كتير، العيال بره التصوير، العيال صعبين، صبيان و11 سنه وتوأم يا شيخه، قالت لي لا دمهم خفيف قوي يعني من قبل التصوير. فانت ازاي شايفه كده؟ بصي انا كانت امنيه حياتي اخلف عيال. الله. وكان نفسي يبقى عندي ولاد توأم او بنات توأم، يعني كان نفسي قوي اجيب توأم. بقول لك اهو معاك. ما هو انا بقول، كنت بقول لمحمد من كام يوم، بقول له هو ربنا تقريبا عارف ان انا لو خلفت توأم وهما صغيرين ممكن ما اعرفش اهتم بيهم صح، فاداهم لي هم كبار. فهو ده رزق، يعني انا حاسه انه ده رزق ربنا بعتهولي. انا بحبهم قوي، انا عايزه اقول لك انهم بيوحشوني، يعني هم بيروحوا الويكند عند مامتهم، بيتهم بيبقى هادي وكل حاجه، بس هم بيوحشوني، بيوحشوني جدا. حسين ده مش بتقولي الحمد لله ارتاح لي؟ بالعكس 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 خالص، لا 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 خالص. عايزه اقول لك حسين ده يعني ما يدخلش المطبخ، يدخل المطبخ يقول لي ميرسي يا يوسي، على ايه يا حبيبي، تعبينك، على ايه يا حبيبي، عشان واقفه في المطبخ بتعمل الاكل. طب لما يقول لي كده بقى، المفروض بقى انا يعني ببقى عايزه اقطعه بوس الصراحه يعني بجد. لا طب مش نقول كده لماما برضو يعني؟ ايه الصبيان عامه ما بيقولوش ميرسي، بياكلوا انا جعان. حنينين. لا هم حنينين على فكره. الاولاد حنينين قوي قوي، ولو مثلا زعل بابا ممكن ما يعرفش ينام. وحسن انا عندي حسن ده بقى الفنان، يعني حسن وملك يتفقوا في ان هما الاثنين فنانين. حسن طول ما هو قاعد يعمل حاجات بايديه، ورق وحاجات واشكال. فانت شفتي الحته اللي فيه المميزه. طيب احكي لي عن الخناقات او الاصطدامه. هو ما فيش بيت ما فيهوش خناق؟ او ماما ما بتزعقش؟ ما تقوليش لا يعني طبيعي بقى، احنا بنزعق، بتزعقي، بتتخانقي، هما بيتقبلوا الزعيق منك في الاول؟ طبعا لا، ما كانوش بيتقبلوا مني الزعيق، وانا كمان كنت حساسه من ناحيتهم، لانه عارفه اللي هو حته ان انت متكتفه بنتي، خلاص هي بنتي عارفه ان انا كده كده بحبها، بس هم لازم يتاكدوا ان انا بحبهم الاول عشان يفهموا اني بزعق حب مش كره. فدي كانت مشكله طبعا في الاول. بس كنت بقى يعني هو باباهم، اروح له لو حاجه مثلا خلاص استعصت قوي، اروح اقول له بص كده ما ينفعش وانت لازم تتكلم، فهو يتدخل. ومع ذلك انت عارفه برضو الرجاله بتبقى شديده شويه كده، لما بيتدخل ساعات بيبقى يعني شديد، انا بخاف برضو. فتلاقيني بس امشي خلاص خلاص خلاص، ما تزعلهمش خلاص خلاص. فكان الاول طبعا في صدمات كتيره قوي. بس باخد أيوة انا عايزه بصي، عشان انا بحب دايما يعني انقل الصوره الطبيعيه اللي شبه بيوتنا كلها. يعني ما فيش بيت ما فيهوش خناق، ما فيش بيت ما فيش ماما ما بتجعرش، ده العادي جدا يعني. ما فيش حد بيصحى بوظته بهدلته عملته. الصوره دي موجوده ولا مرفرفين على طول؟ ما احنا عايزين نفهم. وانت ازاي، هم ازاي متقبلين منك ان انت مثلا تزعقي او تجعري زي ماما مصريه اصيله؟ بصي هم طبعا بيشوفوني لما بزعق لمالك لما بتتعدى حدودها في وقت، فبيلاقوا ان انا ممكن اكون بزعق لمالك اكتر منهم مثلا. دي حاجه. ملك ما بتزعلش، تقول لك دي بتيجي عليا عشان لا، هي ملك عندها كرامتها يعني، فتيجي تقولي بصي اتفق اتفاق، قولي لي على الحاجه ملك انا هفهم، لو ما فهمتش خدي الاوضه، فخلاص باخدها الاوضه. بس في الاول لا، في الاول كنت دايما احطهم هم الاربعه جنب بعض، فزعق الاربعه، عاقب الاربعه. يعني انت اتعلمتي برضو. طبعا اتعلمتي واستدركتي نفسك. لازم اعرف الطفل اللي قدامي شخصيته عامله ازاي. منطوي مش منطوي، عنده عنف ما عندوش، لازم اعرف هو ازاي. فلازم اخبط في الاول شويه لحد ما اعرف هو ايه. وبعدين بتيجي حاجات ربنا بيبعتها بتخلي الدنيا تختلف. لما تيجي مثلا روكا تشتكي لي من واحده في المدرسه، عارفه انا فعلا هي يمكن هي بتحسني فعلا ام فيها، اول ما بتقول لي واحده عملت لي كذا، انا يعني ايه تعملي كذا؟ انا اكلم المدرسه في ساعتها. حصل كذا كذا كذا، ما ينفعش الطريقه دي. هل بتروحي المدرسه وكده ولا انت؟ طبعا انا علاقتي بالمدرسات قويه جدا، والاجتماع ولي الامور كانت مامتهم مسافره فروحت مع الاب. يعني في يعني القصه دي يعني متسابالك عادي انك تعمليها؟ متسابالي من الاب طبعا اكيد طبعا. لانه انا اللي في الاخر بتابع. فانا لا يعني الام ما تتضايقش ان انت تروحي مكانها اجتماع؟ هي بتتضايق، بتبقى زياره تجديره بس يعني برضه مضطرين. بصي هي اكيد بتتضايق، انا ما اعرفش طبعا، بس هو كان ظرف واتحطينا فيه. طب هي مش موجوده، وفعلا لما رحت مع محمد فهمت هو ليه اصر ياخدني. مدرسه ما شاء الله كبيره جدا، وعندنا ساعه عشان نسال على ثلاث اطفال، فبقينا في الاخر بنقسم المدرسين. صحيح. فانا فهمت يعني فهمت هو يعني بصراحه، وانا رايحه كنت على استحياء شويه ما اكذبش عليكي يعني.
بس فهمت هو محتاج. طب بصي انا هروح لفلان طبعا الفلان. التقسيمه دي بالظبط، ولولا كده ما كناش. انت بنتك في مدرسه تانية؟ يعني هما انجلش وبنتي فرنسية. اوكي. طب بتذاكري؟ بذاكر ومش بذاكر، بمعنى ايه؟ طيب. هنعرف ازاي بتذاكر الاربع ولاد وانجلش وفرنسي بعد فاصل قصير. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، ويسرى القصاص مكمله معانا. هي نموذج لزوجه الاب غير النمطيه اللي احنا تعودنا عليها في الافلام والمسلسلات. وبنوتك او بنت زوجك قالت لك اصل انا متعوده كنت بشوف سندريلا، وسندريلا زوجه الاب كانت ست وحشه يعني، فعشان كده يعني شافتك واحده تانية. احنا كنا بنتكلم في فكره المذاكره للولاد، والمذاكره دي معروف ان هي بتبوظ علاقه الام بولادها. فهل انت بتذاكري للولاد؟ بتسمعي لهم؟ بتتابعيهم ازاي في المذاكره؟ بتابعهم. انا عامله سيستم في البيت، بيرجعوا المدرسه بيتغدوا، ياخدوا دش، بعدين يقعدوا كل واحد يخش اوضته يعمل الهوم ورك بتاعه اللي انا ببقى اوريدي عارفه هو ايه، من سواء من المدرسه او من جروب الامهات. للاربعه؟ الاربعه طبعا. مسموح ان هو يسالني عن حاجه مش فاهمها او تسالني عن حاجه مش فاهمها. ايوه، الموضوع بالسهوله اللي انت بتقوليها دي يعني ايه؟ يرجعوا يتغدوا يدخلوا الاوضه؟ ما انا هقول لك السر كده. ما انا هقول لك السر بقى. ايوه قولي لي السر. في الفاميلي تايم. احنا عندنا في البيت كل يوم الساعه 9 لازم نكون مخلصين كل حاجه، ونقعد نتفرج على التلفزيون مع بعض، او نتكلم مع بعض، او نلعب مع بعض، وناكل حاجه حلوه لمده ساعه. فاللي مش بيخلص اللي وراه بيتحرم من الساعه دي، فدي بالنسبه لهم اهم حاجه في اليوم. فهو ده السر. الله، يعني هي بالنسبه لهم مهمه من 9 ل 10 جدا، مش مهم ان هم يلعبوا بلاي ستيشن او يلعبوا ليه؟ عشان ازاي عملتي الحته دي اهم من اللعب؟ عشان الاطفال يبقوا محتاجين ام واب يتكلموا معاهم، مش بلاي ستيشن يلعبوا بيه. بلاي ستيشن ده بيسد فراغ، بس اذا لقى الام والاب موجودين مش هيهتم بالبلاي ستيشن. وده كان بالنسبه لي مهم قوي. طب انت ازاي بتخلي الساعه دي مهمه، مش ساعه خنيقه فيها نصايح واسمعوا الكلام وذاكروا؟ يعني ازاي؟ ما هو احنا ساعات بنقع في الحته بتاعت الساعه الخليجيه، احنا محتاجين نقعد نتكلم مع بعض يا حبايبي، فتلاقي العيال حولت خايفين ولا هنتكلم نقول ايه انجزي يعني. عارفه؟ فانت ازاي خليتي الساعه دي لطيفه كده؟ بسمعهم اكتر ما بتكلم. اوكي. اسمعهم كويس قوي، ويعبروا عن مشاعرهم كويس جدا، ولنفسهم فيه قوي قوي قوي، وبعدين اتكلم معاهم. وبعدين انا عمري ما بنصح حد بطريقه اللي هو انت ازاي تعمل كده، انت مش عارف. لا لا خالص، دايما اقول لهم كلمه مهمه جدا بالنسبه بقى للثلاث اولاد بعيدا عن ملك. اقول لهم على فكره، لو انتوا التزمتوا في يوم من الايام الناس لما تتعامل معاكوا هتقول ربنا يبارك لك يا فلانه اللي هي مامتكوا، وربنا يبارك لك يا فلانه اللي هو باباكوا. انا مش هتذكر. فانا بعمل ده، لو انت بتحب مامي وبابي ارجوك حافظ على نفسك وعلى اخلاقك علشان الناس تشكر فيه وما تشتمهمش. انا مش بعمل حاجه لنفسي. دايما اقول لهم الجمله دي اتليست مره كل اسبوعين او ثلاثه، يا حلوه، فبتفرق معاهم قوي. وده حقيقي، انا لا عمري هنتظر شكر منهم ولا شكر من اي حد. انا بعمل لربنا، في يوم من الايام لما هيقف مع واحد زميل ويعمل موقف كويس هيقول ابن فلان ربنا يبارك له، او ابن فلانه ربنا يبارك. انا مش موجوده. لا على فكره بيتقال ما شاء الله دي اللي ربتهم مراد باباهم، دي مثلا دي كذا، دي فرقت فيهم. لا طبعا بيتقال، وما فيش حاجه بتضيع عند ربنا. انت فرقه معاكي قوي انك كنت بتطبخي في حله صغيره وبقيتي تطبخي في حله كبيره. سعاده كبيره قوي. لا في حياه، مش لود. لا حياه. دي حياه. بتعملي مثلا حله الرز كده، حله الرز كبرت. أيوة. فدي حاجه يعني لدرجه هي فرقه معاها، لدرجه انها كتبتها وفرقت معاها. انت عندك صفحه بتحاولي تطلعي فيها الطاقه الايجابيه دي وتعلمي الناس، صح؟ ايه الهدف من الصفحه دي؟ الاول بدات بان انا بكتب قصص، وبنات كتير قوي شجعوني وبدات اسجل قصصي فعلا. وبعدين بداوا يطلبوا مني هم اعملي صفحه اعملي صفحه. عملتها. فالصفحه كاتبين حاجتين، ان انا اطلع القصص اللي بتيجي في خيالي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا ادي نصايح الحياه. احنا بعدنا قوي عن المسار الطبيعي للاسره، والدنيا بقت متفككه قوي. والمشكله فينا مش في ولادنا، المشكلة فينا احنا الام والاب، مش في الولاد. المشكلة فينا لما نتخانق قدام ولادنا. انا عمري ما افتكر ان بابا زعق لماما مثلا. عمري، مع ان اكيد كانوا بيتخانقوا بس مش قدامنا. فرق معايا قوي ان ازاي الولد يحب اهله ويشوفهم ان هم مثل اعلى. مجرد ما الولد بتتكسر نظرته في امه او ابوه بينحرف. يهمني قوي ان انا اسيب الموبايل واقفله خالص وارميه على جنب، واسمع ابني اللي هو اهم من اي حاجة.
هو انا ابني ده بجد انا ما كسبتوش، انا تعبت فيه قوي. بعدين انا كان ليا تجربه قبل ملك ان انا كنت حامل وابني توفى في شهر سادس. يا روحي ففرقت معاكي جدا طبعا، جدا جدا. فحرام الاطفال دي، الاطفال دي هي اللي في يوم من الايام هتسندنا. وبعدين اللي هتديه لولادك النهارده هتاخديه منهم على كبر، خصوصا انا والدتي مريضه، فانا بشوف قد ايه لما بيكبروا بيرجعوا اطفال وبيعيوا. فهو الحياه انت في الساعة دي بتقفلي الموبايلات ما فيش موبايلات اصلا، اصلا الموبايلات طول الويك دايز مقفوله، بتتفتح للولاد بس قبل ما يناموا عشان يكلموا مامي يطمنوا عليها، او اول ما يرجعوا المدرسه عشان يطمنوها، وملك كذلك عشان انما تكلم الجيمز بابا. والالعاب لا لا فيش والحاجات الكلام ده، في ويك اند تلعب في الويك اند، لكن فيش الكلام ده طول الاسبوع طبعا. على فكره قعدتهم على التليفونات بتخليهم متنحين، طبعا بالك اهو طبعا طبعا مهنجين تماما، طبعا مخه بيقف. انا عندي النهارده حسن وملك فنانين، لما اقتل فنهم ده بالموبايل طب صحيح. ليه؟ لكن لما الاقي بيرسموا بيرسموا بيعملوا اعمال فنيه، يعني حسن عامل سيف وعامل حاجات انا ما شفتها، اما وريها لي افتكرتها بلاستيك شاريها، طلعت عاملها بالورق يا روحي ومزوقها. ما شاء الله. هو حسن يبقى قاعد معاكي بيتكلم وماسك ورق او بيعمل بيها اشكال. فانت نميتي الحته دي. طبعا طبعا، وبدوره طول الوقت على فكره. ولو ان في امهات بتريح دماغها من فكره الزن او الخناق او كذا، فيجيب لكل واحد تاب او لابتوب او بلاي ستيشن او بتاع، وهي بتبقى مرتاحه ان هو قاعد مشغول في حاجه. ما دي كارثه. زمان قوي احنا ما كانش قدامنا باب معلومات غير ماما وبابا واخواتي الكبار. النهارده لما اسيب لابني التاب او الموبايل هو قدامه مليون قناه بياخد منها معلومات قد تكون خاطئه، طبعا فما ينفعش. حتى ملك باباها بصراحه حتى على اليوتيوب عامل حاجه بالاكونت بتاعه بحيث هو يلمت هيتفرج على ايه ومتفرجش على ايه. ففي اتفاق في التربيه، هو انا بخلف يعني انا احترم قوي على فكره الست اللي تقول انا مش عايزه اخلف، خلاص هي واضحه قدام نفسها انا مش هقدر اربي، لكن انا خلفت انا بقيت مسؤوله، الموضوع صحيح منتهي خلاص صحيح. بقى. انا لازم الطفل ده لحد ما وصل بر الامان انا ابذل كل مجهود معاه. والله طلع على الطريق الصحيح الحمد لله، لا قدر الله حاد عن الطريق مش هلوم نفسي في يوم، انا اوريدي عملت اللي عليا، في الاخر بقى التوفيق ده من عند ربنا. طيب دلوقتي جم اتنين اتخانقوا ضربوا بعض وانت لازم تفصلي بينهم، او خناقه بقى بينهم ولازم تفصلي، وكل ما تقولي ده يقول لك ما انت على طول متنصفه وظلماني، تقولي ده تقولي ما انت مش عارفه، ما طبعا طبعا ما هو الصغير، ما طبعا ما هي اللي بتعملي ايه في القصه دي؟ بس من اول يوم قلت لهم اللي هيجي يشتكي من اخوه هو واخوه هيتعاقبوا، لان انت سمحت لاخوك يضايقك وما عرفتش تدافع عن نفسك، واخوك سمح لنفسه انه يضايقك، فانتوا الاثنين بالنسبه لي مخطئين. ايه نوع العقاب اللي بتعاقبيهم بيه؟ العقاب بقى ايه؟ مثلا لو هي ليهم ساعه في اليوم مثلا في الويك اند موبايل، خلاص بيتسحب الموبايل. لو متفقين على بتبقي خروج صارمه في التنفيذ جدا. ولا لا لا صارمه جدا، زي ناس لا الموبايل هيتسحب ياك ما انتش لاعب بيه، وبعديها بشويه ممكن اخده، خد يا حبيبي. لا لا صارمه جدا جدا، برافو عليك. لا ما ينفعش. ما هو بصي هو بيبقى من هنا بيعمل لك بقى ألف حساب، صح؟ وبعدين نيجي مثلا طب خلاص ما تلعبش معاه، فيبتدي يعني ايه؟ طب لا طب خلاص انا اسف، طب المره الجايه لو سمعتك بتشتكي مش هخليكوا تلعبوا مع بعض، فيبتدوا هم يخافوا. وبعدين بقى بعمل بقى لانه القرار هو صارم، هم عارفين. فحتى هم دلوقتي يجوا مثلا لو انا وعدتهم انه اذا التزمنا بكذا هنروح حته فلانيه، هم عارفين ان احنا هنروح فعلا اذا التزموا. عشان كده لما بعمل لهم جدول المسابقات لما بيكونوا عند مامتهم بيكلموني، او ملك تكون عند بابا. ايه بقى جدول المسابقات اللي انت بتعمليه ده؟ بصي هي بدات الاول حكايه بصراحه من مرات انتيم جوزي ربنا يبارك لها رانيا. هي عندها بنت وولد في سن برضو مراهقه، فقالت لي بصي نصيحه اعملي جدول مسابقات. قلت لها بس يعني تفتكري يعني هتفرق؟ قالت لي قلت ماشي. جبت بقى لوحه كده ملونه جميله ورحت قعدت رسمت تابلو واسماء الولاد بالترتيب السن مش بترتيب اي حاجه، وكتبت الحاجات اللي هم المفروض يلتزموا فيها زي الصلاه والصيام والقران، الصوت العالي، النظافه، الحموم، كل حاجه. لا قولي لي مكتوب ايه بقى، متقسم لايه؟ الصلاه، النظافه طبعا دي اللي هي الحمى بقى الحمى والسنان والضوافر والاوضه، اوبا توضيب السرير. لا لا هم عارفين ان الست اللي بتساعدني في البيت هي بتساعدني انا. انتوا كل يوم هتوضبوا سريركم، انتوا كل يوم هتنضفوا اوضتكم، هي هتخش بعد ما انتوا تخلصوا. لا وقلت لهم بصوا في يوم من الايام ما تتجوزوا
ربنا يفتح عليكم. بس افرض ما قدرتوش تجيب واحده تساعدكم في البيت، هتسيبوا بيتكم مزبله؟ ولاد وبنات. يعني الولد بيعمل كده طبعا، والمواعين على فكره متقسمه. ايه ده؟ طبعا طبعا، كل يوم واحد بيغسل مواعين، وفي رمضان حد بيغسل مواعين الفطار وحد بيغسل مواعين السحور. الموضوع متسيستم قوي كده بالنظام ده جدا، لان في مكافئات. يعني الولد بيغسل الاطباق زي البنت؟ طبعا، مفيش حاجه اسمها لا انا ولد، مفيش حاجه اسمها هاتي لي كوبايه ميه، ما عنديش الكلام ده. افرض اتجوز ومراته حامل وتعبانه، الدكتور قال لها نامي على ظهرك وما عندوش حد بيساعد، بيقومها؟ لا ما ينفعش، يبقى انا ما ربيتش، يبقى هي تدعي عليا. لا صحيح، انا بربي راجل، ما بربيش اي حاجه بقى تانية، بربي راجل محترم. هو ده، وهو ده الدين بتاعنا قال عليه على فكره، فانا ما بعملش حاجه غريبه. فهم لا، ده حلو قوي. يبقى احنا كده في الجدول واصلين للنظافه. هنروح فاصل ونرجع كملوا معايا الجدول بقى ماشي ازاي، عشان في درر بتتقال في النص. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. كله يجمع الامهات. دلوقتي عندنا جدول لتربيه العيال. الاول قلنا التنظيف، وطلع تنظيف كل حاجه. انا فاكره نغسل سناننا ونقصها، لا لا، ده طلع الموضوع الاوض والبتاع وغسل الاطباق. والولاد وهم عندهم من سن كام بتخليهم يغسلوا الاطباق؟ مالك طبعا بدات معايا وهي عندها 4 سنين. بتجيب كرسي وتقف على الحوض تغسل الطبق عادي جدا، مفيش اي مشكله. وصاحبتها بتجيلها بيغسلوا مع بعض عادي. بعدين انا عندي بقى حاجه، مثلا احنا في حمام من الحمامات اللي فيه الباسكت بتاع الغسيل، فينسى يحط هدومه مثلا في الباسكت ولاقيها مرميه على الارض. انا بقول مره تانية التالتة باخد الهدوم ارميها في الباسكت اللي قدام باب الشقه. هخاف منك انا لو عشت معاكي. ايوه. فهم فاهمين ان انا لا انا ما بهزرش. او بعمل كده مع ملك، انا لو دخلت اوضتها لقيتها اللعب على الارض ما اتشالتش، طيب يعني انت مش عايزاهم اخدهم ارميهم، مش بيجي غيرها. بيترموا فعلا؟ بيترم. الموضوع ما فيهوش فصال. وايه تاني بقى؟ احكي لي. ادي كده ده التوضيب والترتيب والبتاع دي ما فيهاش هزار. لا ما فيهاش. طب شيلي طبقك، شيلي طبقك، شيلي طبقك، شيلي الكوبايه اللي شربتي فيها العصير، شيلي مش عارفه ايه، وتدخلي تاني يوم الاوضه تلاقيها منوره كده. مره التانيه بخصم المصروف، يا بمنع موبايل مثلا الساعه بتاعته اللي بياخدها، يا بحرمه من الفاميلي تايم بتاعنا، يا بمنع خروجه كنا هنخرجها، وبخرج الولاد كلهم يلعبوا بالعجل مثلا. هو لا انت مش هتخرج، انت ما شلتش طبق. ما بيتنططش وحرام عليك. يتنطط براحته فعلا؟ يخش اوضته يتنطط براحته. موضوع منتهي. عشان كده خلاص مره في الثانيه خلاص مش بيكرروها. وبعدين انا ما بحبش الزعيق والدوشه. يعني انا ما بحبش الصوت العالي بقى والدوشه. انا بزعق بس ما اقدرش اعيش طول اليوم بزعق. ده يتعبني انا طبعًا. صحتي طبعا طبعا طبعا. هي دي هوايه مثلا؟ أيوة. ده الام بتنهك من الموضوع ده. طيب ادي ده كده. عملتي ايه تاني في الصاله مثلا؟ الصاله بيكسلوا. طيب بيجوا تعبانين، عندهم تمارين، عندهم كذا، بتعملي ايه؟ لا ما فيش حاجه اسمها كده. انت بتصلي عشاني ولا عشان ربنا؟ صلي. انت خدت سيئه صلي. ممكن بقى محمد ربنا يبارك له يروح مصلي بينا جماعه. جميل. دي اكتر حاجه، اكتر طريقه بتخلي الولاد يلتزموا. ده حقيقي فعلا، ده حقيقي ان الاب والام يبقوا ملتزمين. ده حقيقي. صحيح. هي ملك مثلا اتعلمت الصلاه مني ازاي؟ لما بتشوفني بصلي فتيجي بقى تقولي طب انا عايز اصلي معاكي. من قبل ما تاخدها في المدرسه ازاي تصلي، فبقت تصلي معايا وهي عند باباها. لا اكتشف ان هو جايب لها هديه، ملتزمه في الصلاه. يبقى هو مبهور جدا بيها ان هي صغننه وملتزمه. فهي احنا بنسالي انا بقى. دي كان سؤال مهم. بابا مالك ما عملش اي مشكله لما انت اتجوزتي؟ لا الحمد لله راجل محترم. وهو كان اتجوز اصلا قبلي بكتير. وانا ما كنتش فاهمه. مالك عندها اخوات من باباها؟ لا 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 لا، ما عندهاش اخوات لا هنا ولا هنا يعني. فما عملش اي مشكله. وبعدين لو ملك اشتكت لي من مرات باباها، انا ممكن اتخانق مع ملك مش مع مرات. عمري ما اكلمه اقول له مراتك عملت ولا قالت. اولا مرفوض تنقل حاجه بتحصل في بيت باباها، ده مش مقبول اصلا. هي بتيجي تقول انا فرحت مثلا خرجنا الحته الفلانيه الحاجه اللذيذه بالظبط، لكن انها ما تجيش تحكي انت معوده. حرام، فاش ما ينفعش. ايه ده؟ انت كأم يقعدوا يدوروا على الحاجات دي؟ يعني ممكن تقولها خرجنا وعملت ومرات ابوكي بقى ما ضايقتكيش ما عملت لك، ومرات ابوكي كانت كويسه مثلا. ما هو ده اللي بيحصل. ما هو ده بقى اسمه ان انا بلعب في الفطره. لما تكون مرات باباها معاها انت مانعه اصلا انها تحكي لك اي حاجه. طبعا. بصت لي دي شالت الاكل من قدامي، مفيش. ده هي مره كلمتني وهي عند باباها وعياط وسويت في ايه؟ بتزعلي عشان قاعده قدام التلفزيون. قلت لها ما هي عندها حق. وازاي تتكلمي عليها كده؟ عيب.
روحي دلوقتي حالا اسمعك وانت بتعتذر لها وبتبوسيها. يا ماما سمعتي انا قلت ايه؟ والا مش عايزه اسمع صوتك. قامت سايبه الموبايل، فتحت سبيكر، انا اسفه وبسيتها وقلت لها كده برافو عليكي، صوتك ما يعلاش عليها، هي بتعاملك زي بناتها وبتحبك، فاكره ما جابت لك كذا في عيد ميلادك؟ فاكره؟ لا. هي بتقول لك ليه بعدي على التلفزيون؟ مش بتلبسيش نظاره ولا عايزه تلبسي نظاره؟ عيب. ولا تحبي الناس تقول انا عارفه اشرب بيه؟ لا، في ممكن ام تانية تقول لك انا امها ما متش، انا موجوده، هي ما تزعقش لبنتي طول ما انا موجوده، وده اللي بيحصل وده اللي بنسمعه. طبعا ده اللي موجود، ده السائد يعني، ده السائد. فدايما يحصل احتقان طبعاً. والراجل يبقى منهار ومش عارف يعني، والبنت تبقى نفسيتها مدمره، الطفل هو اللي خسران. اه طب هو انا مين الاهم عندي؟ ان انا شغل ستات ولا بنتي؟ اكيد بنتي. وبعدين الست يعني لا مكهرباها ولا بتطفي السجاير في ظهرها ولا اي حاجه، عادي. واحده بتشتغل اوريدي عندها بنات وحياه زوجيه وبيت، طبيعي انها ممكن تزعق لبنتي مره. وانا برضو عارفه بنتي، ما هو انا لازم نبقى برضو صادقين عشان نعرف نربي. جميل. انت بتبقي عارفه اولادك. طيب ادي دي. طيب الصلاه بعد كده تاني؟ قلنا النظافه، قلنا الصلاه، القران. هم اليوم صفحه في كل يوم قران يحفظوها ويسمعوا لباباهم او يسمعوا لي. يحفظوها مش يقروها. هم ما شاء الله حافظين على فكره، ركعه حافظه نص المصحف ما شاء الله. ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر. هم الله اكبر عليهم، جمال جمال والله قوي، فظاع يعني. وده بيلحقوا يعملوه في اليوم؟ بيروحوا نادي؟ بيروحوا تمارين؟ طبعا قبل الكورونا كانوا بيروحوا ثلاث مرات في الاسبوع يتمرنوا. فاليوم بتاع التمرين كنت بشيل من عليهم تاسك بقى معينه يعني، بشيل من عليهم حاجات، حتى الغدا فتلاقيني عامله سندوتشات ومغلفها لهم، وخدوها تغدوا في النادي. انا بيلحقوش دوبك. بتلحقي؟ انت بتشتغلي اولا في شركه كبيره من الشركات المهمه يعني، اللي بيقعدوا من الصبح لغايه الساعه كام في الشغل؟ ستة بقى، من 7 الصبح. من 6 8 الصبح. من 7 الصبح تنزلي بتروحي؟ بصي انا واخده اكسبشن في وقت الدراسه، بمشي الساعه 3 بس بكمل من البيت. اوكي. فباخد ساعه بس اجيب الولاد من المدرسه، وملك توصل بالاوتو، وادخل بس اعمل لهم اكلهم، وايه ارجع اكمل تانية الساعه 4 4 ونص لغايه 6 او 7 بقى. ده في وقت الدراسه. ده في وقت اللي مش دراسه. بتحكي لي الحاجات دي كانك واحده قاعده في البيت، بعمل لهم سندوتشاتهم، بعمل لهم شفايف، كانك ما عندكيش بقى شغل مميت نار بقى. ما هو الشغل ده انا منظمه جدا ومحبش حد يسربعني، فتلاقيني مثلا ايه هننزل المدرسه الساعه 7 الصبح، يبقى انا من 5 الصبح صاحيه. صحيت وشربت القهوه بتاعتي وصحيتهم وصلينا ولبسنا ونزلنا ما شاء الله، ومن بالليل مجهزه اللانش بوكس واوريدي متبله حاجتي في الفريزر على امتى بقى بتبلها؟ امتى؟ يوم السبت في الويكند. الساعه كام يعني؟ اي وقت بقى، اما وقت ما بنجيب الحاجه. بس مش بتخرجوا السبت ده او كده؟ اصل انا اجازتي سبت وحد. اوكي. فبنخرج الجمعه بالليل بعد الشغل ونسهر بقى، ما احنا السبت اجازه. فاجي السبت بقى. بتقومي عامله اكل الاسبوع بقى طول ال متبله الفراخ واللحمه كلها وقلدوبك على قد ما انت تش مش عارفه ايه. يعني ما عندكيش حد بيطبخ او حد؟ لا هم كمان مش بيحبوا قوي حد يطبخ لهم غير يعني. ما شاء الله ما شاء الله. انا يا جماعه يعني على فكره متعه، متعه انك تعملي حاجه ويقولوا لك الله عايز تاني. انا بالنسبه لي دي ببقى طايره بجد. عجبتك؟ يعني انت شايفه الموضوع من الوجه الحلو. انا الحلقه دي انا بقول لكم تدرس يعني، اتفرجوا كده بمزاج. وايه فكره انه التاسك ممكن يبقى تاسك متعب، او المهمه بتاعت الام، المهام اللي على الامهات ممكن تبقى مهام تقيله وصعبه، ممكن تبقى مهام لطيفه وهي هياها يعني نفس اللي بتعمليه، بس الفكره في نظرتك للمهمه. صحيح. دي على فكره في كل حاجه يعني، انا لو رايحه مشوار مثلا هقعد كوبري اكتوبر، يا هقعد قبل ما اركب العربيه اف والطريق وهيقفل في وشي على فكره. او ان انا الله ده في كام اغنيه نفسي اسمعهم، ده في درس هشغله على الراديو، ده في ما فهستمتع بالطريق. صحيح. فهي الحكايه انت شايفاها ازاي؟ انا ما بحبش ازعل بصراحه. هو ما بحبش بقى متضايقه وشايل هم وكئيبه، ما بحبش. احب كل حاجه اروح ايه شايفه الوش التاني بتاع حد قال لي كلمه وحشه، اكيد ما يقصدش. اكيد بيجيوا عليا وقت وبزعل وممكن اعيط، بس ما احبش اعيش بقى ان انا مضطهده وده بيكلمني وحش. احب اشوف الحياه حلوه. طيب فيبقى كده الجدول، القران، الصلاه، النظافه، ايه تاني؟ النظام، صوت العالي. كنت حاطه لهم ايه تاني في رمضان؟ كان الصيام طبعا. التعاون. صاموا؟ الحمد لله. ما شاء الله. التعاون مهم قوي،
هتقولي يعني ايه تعاون؟ اقول له يعني انت ساعدت اخوك في حاجه، ساعدتي اختك في حاجه، انت كده تعاون، مش لازم انا اطلب منك، انا عايزاك تيجي منك انت. فيبتدوا بقى يتفننوا بقى، انا شفت النهارده فلان عمل كذا فانا رحت لحقته واديت له الحاجه الفلانيه. طيب انت عامله شهاده في تعديل السلوك دي بعد ما اتجوزتي ولا قبل؟ لسه مخلصاها من قريب الشهر اللي فات. يعني ده بسبب ان انت نجحتي في اداره المنزل اللي فيه اطفال كتير مره واحده، يعني كده جولك هبطوا عليكي من ربنا، ده رزق يعني جالك ولا انت خدتيها عشان تساعدك في اداره المنزل ده؟ بس انا بقالي سنين اصلا الباشن بتاعي ان انا ابقى اخصائيه تعديل سلوك وعلاقات زوجيه فيما بعد ان شاء الله، يعني بحب الحته النفسيه دي جدا، وكنت بقعد مع دكتور نفسي از اسيستنت في وقت الفراغ بتاعي وهو مع بيشنت، وابتدي اسمعهم واحلل معاه واخد رايه وكده، فكنت مقرره ان هاخد شهاده عشان تبقى بقى يعني مكلله بالشهاده يعني. لما جيت بقى مع الولاد كمان، فلما بتكلم مع محمد قال لي ده احسن قرار تاخديه، واديك عندك 4 ولاد في سن سخيف جدا، تقدري انك تشوفي الطريقه دي تنفع مع فلان، ما نفعتش مع الشخصيه دي. فحسيت ان انا بدمج اللي بحبه مع بيتي، فدي حاجه ما بتكررش كتير، انك اللي بتحبيه ينفع عيلتك. فاخدتها. يسرى القصاص، انا مستمتعه جدا بالحلقه بتاعتك. انا مستمتعه بيكي اصلا. الله يخليكي، وحاسه ان انا خدت كورس والله من اول وجديد، ولو انه كتير انا بستضيف متخصصين على درايه وناس يعني محترفين ومحترمين، لكن انا دايما بحب استفيد قوي من التجارب الشخصيه، يعني حتى لو متخصص وعندك كل شهادات الدنيا، التجربه الشخصيه هي اللي بتفرق. طبعا طبعا. فالحقيقه انا يعني انا اتعلمت من تجربتك الشخصيه وبحب دايما الغيره في الحاجات دي، يعني احب دايما اغير من الحد الكويس اللي قدامي واحاول اتعلم منه واجري اطبق اللي هو قاله لي، بطبقه يومين وارجع لشخصيتي تاني نفسه جديد. يسرى القصاص بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني. شكرا شكرا لك، شكرا لك مشاهدي.